المتحف المصري الكبير اللي بيتعمل في اول طريق اسكندريه في سقالات محطوطه على وجهه المتحف على الطريق يعني لو انت ماشي في الطريق هتبقى شايفها حصل فيها حريقه في حريقه تانية حصلت وكان في ناس انا مش عارف هم معانا ولا مش معانا يعني هي هي الحاجات دي ملكك دي فلوسك تقوم انت بقى طالع على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ده حريقه حصلت في المتحف والاثار واللحاء والاثار يا عم اهدى شويه انت معانا ولا علينا يا جماعه مش ممكن كده هي دي بلد ناس من الدنمارك دي بلدنا احنا وانت لما تقعد تكتب كده وتكرر الكلام من غير ما تعرف الموضوعات اصلها ايه طب العالم كله ما فكرتش هيبص موضوع الآثار المصرية ده ما بيشغلناش إحنا بس دي آثار القطع فيها مسجلة في منظمات دولية. إزاي يعني أنا بستعجب إزاي مصري يتناقل أخبار يعني مبالغ فيها من أجل التسلية وعن إيه عن الآثار المصرية؟ حريق في سقالات وزارة الآثار كان لها بيان النهارده واضح وشافي لم يمس أي أثر لم يمس اي شخص الا قوم احنا نطلع على وسائل التواصل الاجتماعي ونعمل حاله يعني انت لو بيتك حصل فيه حريقه تسيب الحريقه وتقعد تتكلم مع الجيران انه الحق ده في حريقه حصلت والبوتاجاز عمل و... ايه الكلام ده يا جماعه ارجوكم يعني لازم تبقى العمليه مفهومه ان دي حاجتك